السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. أسأل الله عز وجل أن يكون الجميع بخير وعافية. عدد أكبر هل الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ صالحي، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. الحمد لله. إذا ننتظر اجتماع فقط بعض السادة الزملاء ثم نبتدئ بإذن الله عز وجل. خاصة أن موضوع اليوم هو موضوع بالغ الأهمية، وكل مواضيعنا بسم الله ما شاء الله هي مواضيع مهمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أستاذ رزقاني، أستاذ قروش، مرحبا بالجميع. شكرا جزيلا أستاذ صيد، شرف لي حضورك، ربي يبارك فيك. الشكر موصول إليك أستاذ صالحي. إذا نبتدئ، لأن الموضوع يعني ذو شجون كما يقال. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة للجميع أبثها إليكم من هذا المنبر المبارك الذي أجدد منه شكري وامتناني لكل رواد مجموعة علم النفس في خدمة المجتمع، التي فعلا صارت تحقق ذلك الشعار الجميل: نلتقي لنرتقي، نلتقي لنتعلم معا، نلتقي يرؤب بعضنا أو يرؤب بعضنا صدع بعض في مجالات متعددة تتعلق بتخصصنا الأكثر من رائع، تخصصنا المتشعب الذي يحمل في طياته في حد ذاته مجموعة تخصصات. وهنا لا أتكلم فقط عن التخصصات النفسية أو الأرطفونية أو الشبه الطبية أو، وإنما أتكلم عن كل ما يخدم هذا الإنسان في إنسانيته، في معاشه اللامادي أو المعنوي بالدرجة الأولى، التي في الحقيقة هي ما تعبر أو ما تعطي خصوصية الإنسان في بعده اللامادي. اليوم بإذن الله عز وجل سوف الأستاذ صالحي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حول لما نقول ديس، أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو عسر القراءة، عسر الكتابة، عسر التهجئة، وعسر الحساب. ولكن في الحقيقة الأمر يتعدى ذلك بكثير، حيث أنه توجد الكثير من الاضطرابات التي لا نلقي لها بالا والتي تنطوي تحت مظلة اضطرابات ديس، سواء كانت اضطرابات محددة أو اضطرابات غير محددة. نتكلم عن متلازمة الوظائف التنفيذية، سيندروم دي زيكزيكوتيف، نتكلم كذلك على نون فيربال ديزايس أو ديزوردر، الذي قلما نتكلم عنه خاصة عند الفرنكوفونيين أو حتى عند العرب.
بالرغم من أنه اضطراب قائم بذاته، كثيرا ما يعني نصادف حالات تنطبق عليها كل هذه المواصفات. أيضا سوف نتكلم كثيرا عن بعض المتلازمات وبعض الاضطرابات ذات المنشأ العصبي التي تتصاحب، أو لا نقول تتصاحب ولكن نقول أنها تعطي تفسيرا أفضل من مجرد وصفنا للحالات بالاضطرابات الوظيفية المتعلقة باضطرابات التعلم المحددة. نتكلم هنا عن متلازمات غريشمان، نتكلم عن متلازمات أرموند خياري، نتكلم عن عدة متلازمات التي يظهر فيها المفحوص أو المصاب اللوحة العيادية لاضطراب التعلم المحدد كاملا ووافيا، ولكن في الحقيقة هي اضطرابات ثانوية ذات منشأ آخر أو تعود إلى أصل آخر. فقط للتذكير أن سلسلة هذه أو هذه السلسلة سوف ترفق كل محاضرة منها، من المحاضرات الخمس أعتقد خمسة ولا ستة، بكراس يعني يذكر فيه أهم النقاط التي سوف نخوضها حتى تبقى كمذكرة يمكننا أن نرجع إليها في حال الحاجة، خاصة بالنسبة للممارسين الجدد أو للطلبة، حيث أنها سوف تكون مذيلة بمجموعة من البرامج القابلة سواء كان للتحميل أو للزيارة، ويحسن بالمتخصص سواء كان أردفونيا أو نفسيا أو غير ذلك بالاطلاع عليها. حتى نتفق فقط وللخروج من كل الخلافات التي يمكن أن تكون بسبب اختلاف المدارس التي ينتمي إليها كل واحد منا، سوف يعني نحرص على ذكر الأصول المتفق عليها في هذه النوعية من الاضطرابات. وهنا نتكلم عن الخلفية العصبية التشريحية أو الفيزيولوجية اللي هي واحدة ولا نقاش فيها، والثانية هي الخلفية التصنيفية. طبعا الـ ICD-11 معناها وأيضا بالنسبة للـ ICD أو لـ DSM-5TR في نسخته الأخيرة، يعني التصنيف التشخيصي والإحصائي الأمراض العقلية في نسخته المراجعة الخامسة. بداية لابد أن نفهم ماذا يقصد بالتعلم، لأنه للإشارة أننا عندما نتكلم عن اضطرابات التعلم المحددة نقصرها على التعلم بمفهومه الأكاديمي، بمعنى أننا عندما نقول اضطراب التعلم أو عندما نذكر كلمة تعلم نقصرها فقط على التعلم الأكاديمي، وهذا أمر مخالف للواقع، حيث أن التعلم في الأساس هو كل عملية اكتساب لمعلومات جديدة أو سلوكات أو قدرات جديدة بعد الممارسة أو الملاحظة أو تجارب أخرى. إذن هنا التعلم يكون مرادفا نوعا ما لمفهوم الخبرة ومفهوم التعامل مع الوسط الخارجي، وبالتالي اكتساب خبرات، اكتساب معارف، وهذه عملية الاكتساب هذه هي ما يسمى بعملية التعلم. الآن هذا الاكتساب أو هذا التعلم سوف يغير من سلوكي، من معرفتي ومن وظائفي الدماغية. لماذا؟ بكل بساطة لأنه عند اكتساب أي معرفة من الوسط الخارجي سوف تكون هناك مشابك عصبية جديدة، كلما زادت عدد هذه المشابك وتوسعت واشتبكت مع غيرها من مشابك سابقة أو من خلايا عصبية أخرى، كلما توسعت معرفتي وزاد مستوى تعلمي. إذن هذا هو المعنى الأصلي لعملية التعلم عصبيا. لذلك نقول أن التعلم يندرج ضمنه كذلك عملية الانتباه الواعي أو غير الواعي، لأنه في كثير من الأحيان حتى لو لم نقصد تعلم شيء ما
فإن الدماغ أو الخبرة التي نكتسبها من مواقف معينة حتى لو كانت غير مقصودة تدخل كذلك في إطار التعلم. ولذلك ربما بعض التوجهات التربوية الحديثة التي تجعل المتعلم هو قائد على العملية التعلمية، وبالتالي سوف يتعلم من بعض المواقف سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة كذلك. ولذلك صار فيه تيار كبير من التربويين خاصة لما يقول لك ما فيش خطأ، وإنما توجد عملية تعلم توجد عملية تعلم لمواقف صائبة أو من هو إضافة لحياة الإنسان، إضافة لهذا الطفل إذا كان طفلاً، إلى الراشد إذا كان راشداً. نقطة أساسية تقوم على التكامل وعلى التراكم، بمعنى عندما أتعلم مهارة جديدة أراكمها إلى ما يشابهها من معلومات. فأنا أتعلم الحروف أولاً لغرافين، ثم أتعلم الكلمات، ثم أتعلم الجمل، ثم أقوم بتجميع كل المعارف التي تتعلق بهذه المهارة، مثلا مهارة الكتابة، وأجعلها في بوتقة واحدة، وبالتالي أقول أنني أتعلم أو تعلمت الكتابة أو تعلمت القراءة أو تعلمت لا أدري تخصص جامعي معين أو مهارة معينة إلى غير ذلك. لذلك هذه العمليات أو هاد القدرة على الجمع ما بين المتشابهات أمر جد جد مهم. ولذلك أرفقنا ربما اللي شافوها في الإعلام، أرفقنا بذكر المتلازمة الوظائف التنفيذية، بالرغم من أنها ليست من اضطرابات التعلم المحددة، ولكنها ذات لصاقة بهذا الموضوع بشكل كبير جدا. إذا التعلم يحتاج في الأساس إلى تنظيم للمعلومات العقلية في تمثل معرفي متماسك. وبالتالي ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أن الطفل الذي لا يستطيع أن يراكم معلوماته بطريقة منظمة لا يمكنه أن يتعلم. وهنا يمكن أن نأخذ على الكثير من المناهج المعرفية التربوية، نتكلم على مثلا المنهج الجزائري المقدم للأطفال في السنة الأولى والسنة الثانية وحتى السنة الثالثة، أنه يفتقر إلى هذا التماسك. فنجد أنها وحدات متناثرة ذات مواضيع مختلفة جذريا، وبالتالي سوف يكون هناك عدم قدرة أو لنقل قصور في عملية تنظيم هذه التعلمات وبالتالي اكتسابها. ولذلك يلجأ الطفل وحتى يلجأ الولي وحتى يلجأ المعلم، لأنها مشكلة نظام، إلى التأكيد على عملية الحفظ بالمقارنة مع إهمال أو لنقل الحد من قدرة التحليل إلى غير ذلك، مما يؤثر في الأساس على نوعية المكتسبات الموجودة لدى الطفل. إذن هذه التعلمات تحتاج في نهاية المطاف إلى ذاكرة، بمعنى أن تعلم أي مهارة أتعلمها لا يتم تخزينها في الذاكرة طويلة المدى على الخصوص، لن أستطيع استرجاعها لاحقا والاستفادة منها. فهذا هو مجمل مفهوم التعلم حسب الجمعية الأمريكية لعلم النفس الأبا، وهو آخر تعريف معتمد، وأن أو تغطي كل المجالات المتعلقة بالتعلم من بداية عملية الاكتساب إلى غاية عملية التنشيط وإعادة الاستذكار. قبل البداية ودائما بناء على المصطلحات المتقاربة، مصطلح منها يقدم كل مفهوم مستقل بذاته، لابد من الإشارة إلى بعض، وربما هي حوالي 6 مصطلحات أساسية. قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة، لأنه هنا فيه سؤال الأستاذة
رشيدة سراري تقول: أين يكون الخلل كي لا يستطيع الطفل أن يراكم المعلومات؟ هل المشكلة عصبية أم المشكلة في الذاكرة؟ هذا السؤال بالتحديد هو الإشكالية الأساسية لهذه السلسلة. فأعتقد أننا لولا نستعجل هذا النوع من الأسئلة حتى نصل في نهاية المطاف إلى إجابة وافية، لأن الإجابة المقتضبة لن تخدمنا كثيرا. يوجد عدة عوامل متدخلة في عملية عدم قدرة الطفل على مراكمة المعلومات، منها ما هو عصبي، ومنها ما هو نفسي، ومنها ما هو معرفي، ومنه ما هو تربوي بيداغوجي راجع إلى يعني البرنامج في حد ذاته. ربي يكرمك. إذن عندنا 6 مصطلحات أساسية لابد 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 أن نؤكد عليها وأن نفرق بينها. أولها هي اضطراب التعلم المحدد واضطراب التعلم غير المحدد. حاليا لا نتكلم عن التشخيص بصعوبات التعلم، وإنما نتكلم عن التشخيص باضطراب التعلم المحدد. هناك فرق شاسع بينهما حسب المصطلح الجديد، حيث أن اضطراب التعلم المحدد هو اضطراب قائم بذاته، له لوحته العيادية، له مجموعة معايير لابد أن تتحدد. في حال وجود كل هذه المعايير ولكن بطريقة غير مكتملة، ولا يمكن تفسير الاضطراب بطريقة أفضل من خلال تصنيفه ضمن أحد الاضطرابات الأخرى، نتكلم عن اضطراب التعلم غير المحدد. ولكن عندما نتكلم عن صعوبات التعلم أو ما يدعى في بعض الأحيان بإعاقات التعلم learning disability، نتكلم عن أنها حالات مختلفة ذات أساس عصبي تتميز بقصور كبير في اكتساب مهارات مدرسية أو أكاديمية معينة، وخاصة اللغة المكتوبة والتعبيرية، ولكنها ليست ذات تشخيص سلبي مثل اضطراب التعلم المحدد. نتكلم عن التشخيص السلبي بمعنى انتفاء أي مسبب يمكن أن يفسر هذا الاختلال الموجود. فلا يوجد لا اختلال عصبي ولا اختلال سمعي ولا بصري، يعني حسي طرفي، ولا مركزي، ولا مشكلة نفسية، ولا مشكلة لغوية، ولا. لا، هنا نتكلم عن اضطراب التعلم المحدد. ولكن في حالة وجود اختلالات تعلمية يمكن أن تكون مسببة، هنا راني نتكلم عن صعوبات أو إعاقات التعلم، ليس كما كان الحال قديما. في بعض الأحيان في بعض المراجع نجد مصطلح مشاكل التعلم، طيب learning difficulty، هو مصطلح نجده فقط في المؤلفات البريطانية، يعني المملكة المتحدة، أن أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. كذلك لدي مصطلح آخر التعلم، سوف أعطيكم يعني طريقة بسيطة جدا حتى نستطيع يعني تمييزه من اضطرابات التعلم المحددة ومن كذلك تأخر النمو الذهني، حيث أن المصاب يعاني من كل تقريبا الأعراض الموجودة في تأخر النمو الذهني الخفيف ما عدا عرض واحد اللي نحن نتكلم عليه، وكذلك يعني يعاني من كل الأعراض تقريبا الموجودة في اضطراب التعلم المحدد. الفرق الوحيد أنه مع التكرار يتعلم، وهو لا يعاني من حاصل ذكاء أقل من 79. طيب، فهنا لابد أن نؤكد على هذا الأمر. بطيء التعلم حتى أميزه لابد من إجراء اختبار ذكاء، سوف أجده في المستوى دون المتوسط دون أن ينتمي إلى فئة المتأخرين ذهنيا من النوع الخفيف أو من المستوى الخفيف، بمعنى
أنني إذا قمت برصد علامات اضطرابات تعلم محددة وقمت بإجراء اختبار الذكاء ولم أجده في مجاله العادي، يعني حوالي من 90 إلى 110-120، فهذا هو المستوى المتوسط. هنا أتكلم عن بطيء التعلم، حيث أن الكي تاعو ولا الاي كيو نتاعو لا ينتمي لا إلى فئة المتوسط ولا ينتمي أيضا إلى فئة المتأخر ذهنيا. تقريبا الاي كيو تاعو يتراوح ما بين 80 و 89%، وبالتالي هو لا يندرج لا تحت عباءة لا يندرج تحت عباءة لا تأخر النمو الذهني الخفيف، ولا كذلك ضمن مستوى النمو الذهني العادي، وبالتالي يحصل على تشخيص باضطراب تعلم محدد. طيب الحل مع هؤلاء ما هو؟ الحل مع هؤلاء بسيط جدا، تجزئة المهارة وزيادة وقت المستغرق للإنجاز، بمعنى أن بطيء التعلم مشكلته في تعقيد المهارة وفي مستوى أو في مدة إنجازها. إذا تم حل هذين الأمرين ففي غالب الأحوال يكتسب الطفل قدرات تعلمية أكاديمية عادية جدا. بالنسبة لاختبار الذكاء المناسب سوف نتكلم عنه عندما نتكلم عن كل اضطراب على حدة، لأن الأمر مختلف أو فيه يعني معقد بعض الشيء. آخر مصطلح لابد أن نتعرض له ألا وهو مصطلح الفشل المدرسي. الفشل المدرسي مغاير تماما لاضطرابات التعلم المحددة، حيث أن الفشل المدرسي في المشاكل أو الظروف البيئية أكثر ما تكون ظروف فيزيولوجية ذكائية، فيزيوبيو عصبية ذكائية. فهنا لابد أن نفرق ما بين هذه المسائل. هذا التفريق في ماذا ينفعني؟ ينفعني خاصة في تقارير التشخيص وتقارير الوصف، حيث أنها تؤدي إلى يعني غير مناسبة أيضا. طيب ماذا نقصد بتجزئة المهارة؟ الأستاذة رشيدة سراري معذرتني إذا أخطأ في الاسم. ماذا نقصد بتجزئة المهارة؟ تجزئة المهارة بمعنى أنه بدل ما نعطيها عملية حسابية، مثلا مشكلة رياضية تتكون من 4 مراحل 4 steps، نعطيه بالمرحلة أو بالمرحلتين وهكذا دولك. معناها أن المهارة من خلال ماذا؟ مش تسهيلها وإنما تجزئتها. بدل ما نعطيه نص يكتبه نعطيه جملة، ثم لما يكملها نزيدها الجملة الثانية، ثم لما وهكذا دولك. بدل ما نعطيه جملة نعطيه كلمة، بدل ما نعطيه كلمة نعطيه مجموعة حروف، بدل ما نعطيه مجموعة حروف نعطيه حرف واحد، وهكذا. بدل ما نعطيه بالتمرين نعطيه بالعملية. هذا هو مفهوم تجزئة المهارة. كذلك إذا كان الطفل العادي يستغرق لإنجاز هذه المهارة، إذا كان يستغرق مثلا 10 دقائق، هو لابد أن نعطيه وقتا أكبر، لأنه تعلمه، نتكلم على بطيء التعلم، لأنه مضطرب التعلم المحدد شيء آخر تماما. بطيء التعلم مشكلته في سرعة الاكتساب وليست في الاكتساب في حد ذاتها. طيب الاكتساب في حد ذاته ليس مشكلة لديه، وإنما مشكلته في سرعة استدخال هذه المعلومات وهذه المعارف والمكتسبات. لذلك لابد من العمل على أمرين اثنين، هو تجزئة المهارة وزيادة مدة الإنجاز. كذلك بالنسبة لبطيء التعلم، التدخل الأفضل، يعني نتكلم عن وجهة نظري المتواضعة، هو التدخل التربوي المتخصص، سيليوديكاتري سبيشاليزي، هو أفضل متخصص يمكن أن يتعامل مع بطيء التعلم، مع طبعا مع المشاورة مع المعلم.
لماذا ليس الأخصائي النفسي أو الأخصائي الأرطفوني؟ لأن المشكلة ليست في الأساس مشكلة نظام تعلم. طيب، أن عندما نتدخل، نتكلم خاصة على الأخصائي الأرطفوني، أتدخل عندما يكون المسار المعرفي الذي يكتسب به هذا الطفل متضررا. طيب، بطيء التعلم لا يجد صعوبة في التذكر غاليتي. أستاذة أروى عنوشة، لا يجد مشاكل على مستوى عملية التذكر. غالبا المشاكل الموجودة الذاكرية الموجودة تكون في الذاكرة العاملة. لماذا؟ لأن مدة كيفاش نقول، الاحتفاظ بالمعلومة قصير جدا مقارنة مع الطفل العادي. فدائما مشاكلي هي مشاكل مرتبطة بالزمن. أستاذة مزيز شيماء تقول، اضطرابات اللغة المكتوبة عند ذوي الاحتياجات الخاصة تسمى بمشكلات التعلم وليس صعوبات التعلم. تسمى بالأمرين، لأن مشكلة التعلم وصعوبات التعلم هي ذاتها. التوحدي الذي يجد مشاكل على مستوى تعلم اللغة الكتابية، نقول هذه مشكلة تعلم، هذه صعوبات تعلم، ولا نقول أنه اضطراب تعلم محدد. أرجو أن أكون قد أجبت عن هذه المسألة. طيب، بالنسبة للأسباب سوف نتكلم عنها تباعا. حتى نكون متفقين، من لم يضبط العادي لا يمكنه أن يضبط المرضية أو الشاذ. ولذلك ربما سوف أتكلم من وجهة نظر العلوم العصبية، خاصة باعتباري أنها مجال تخصصي بالنسبة للتخصصات الأخرى، ولكن ما سوف أذكره الآن هو ما نتحكم فيه نحن كدرجة العلوم العصبية المعرفية. عندما نفسر الاختلالات النمائية، لأنه اضطراب التعلم المحدد هو اضطراب نمائي عصبي. ماذا نقصد بنمائي عصبي؟ مثل التوحد، تأخر النمو الذهني، غير الرجع إلى يعني اضطراب وراثي أو طبي أو تفسير طبي آخر. بالنسبة لفرط الحركة وشتت الانتباه، بالنسبة لاضطرابات الحركة إلى غير ذلك. هذه النوعية من الاضطرابات تسمى بالاضطرابات النمائية العصبية، وذكرت هذه المسألة في أكثر من لقاء. الاضطرابات النمائية العصبية هي مجموعة اضطرابات، من وجهة نظري الخاصة هي اضطرابات، هو تجميع لمجموعة من الاضطرابات تشترك في أمرين اثنين. الأول أنها تظهر في مرحلة النمو، بمعنى أنها في المجمل لا تسبقها مرحلة نمو سوي. والثانية، لا يوجد تفسير لا عصبي ولا غير عصبي لها إلى حد الآن. طيب، والدليل انه مثلا متلازمات، لما عرفنا السبب او البروتين الجين المسبب لها، تم حذفها وتم الغاء وجودها من الاضطرابات النمائيه اللي كانت تسمى قديما باضطرابات النمو الشامل. طيب، راح نجي نفسر شنو هو السبب العصبي. اذا هذه النوعيه من الاضطرابات تسمى بالاضطرابات النمائيه العصبيه. من ذا نقصد بالاضطرابات النمائيه العصبيه؟ بمعنى أن المشكلة هي في توظيف القدرة العصبية لتلك المهارة. مثلا بالنسبة للتوحد، تم إيجاد أن الخلايا المرئية، وهي مجموعة من الخلايا راح نتكلم عليها إن شاء الله، هي مجموعة من الخلايا الموجودة على مستوى الصوار الصدغي ثنائي الجانب الجدار المركزي، معناها هذا هو المجال نتاعها كاملا. هذه النوعية من الخلايا ليست مشوهة ولا متضررة، وهي موجودة وكذا، ولكن عملها غير موجود، وظيفتها متضررة. طيب، هذا هو المقصود بالاضطرابات الوظيفية. لما نقول أن اضطراب التعلم المحدد هو اضطراب نمائي عصبي، بمعنى أنه يشترط عضويا أن تكون هناك سلامة. لا يوجد لدي مثلا في متلازمة غريشمان، لا
أجد أن هناك إصابات على مستوى تلك المنطقة. مثلا في متلازمات اللونتخياري نفس الشيء، أجد أن هناك تشوهات على مستوى المخيخ والبطين الرابع و و و وهكذا دواليك. إذا بالنسبة لهذه الاضطرابات لا يوجد اضطراب عضوي. نروح ندير أن جي أن إنسيفالوغرام بمعنى تصوير عصبي قشري للمخ نلقى سليم، نعمل اختبارات حسية طرفية نلقى سليم بدون أدنى مشكلة، ولكن عند التوظيف لا يوجد توظيف. طيب هذا هو معنى الاضطرابات العصبية الوظيفية، وبشكل أدق الاضطرابات النمائية العصبية. طيب حتى أستطيع التعامل مع هذا النوع أود أن أفقه بشكل جيد ما هي الوظائف المتضررة انطلاقا من المناطق، لأنه ما نقدرش ندير العكس، ما نقدرش ندير نياغم ويقول لي أب المنطقة مثلا 39 هي راهي متضررة أو لاغ 40 ولا لاغ 6 ولا ما عنديش هاد المزية، لأنه كل شيء غادي يخرج سليم، وخاصة في ظل عدم وجود اختبارات مناسبة. هي موجودة ولكن حنا ما عندناش، اللي هو نتكلم خاصة على ليغان فونكسيونيل، ونتكلم كذلك على لو او جي فونكسيونيل. معناها هادو اختبارين للمناطق الدماغية السليمة والمتضررة وظيفيا مش عضويا. عضويا ما عندي حتى مشكلة، وهذا هو الشرط، لأنه إذا كان عندي مشكل عضوي معناه أن مانيش في اضطراب التعلم الوظيفي. الخلل الوظيفي لا يظهره الليغام، وإنما يظهره الليغام فونكشنال، يتم تحت تبنيج كلي، في حين أنه الليغام فونكشنال يتم والإنسان صاحي تماما ويعطى مهارات معرفية معينة يقوم بها، وبالتالي يتم رصد نشاطاته العصبية من خلال، وبالتالي ما يشتعمل إلى غير ذلك. أستاذة سهيلة بن مندي، أن كل الحالات المفحوصة عند إرسالها أو توجيهها لطبيب المختص في اضطرابات العصبية من أجل رأي فقط، كلها تعاني مشاكل عصبية تستدعي وصفة طبية، خاصة إذا كانت هناك حالة تعاني من اضطراب لغوي، إفراط في الحركة، مشكل في الرؤية، وبالتالي كل اضطرابات التعلم هي اضطرابات عصبية حتى وإن كانت وظيفية. سيدتي الكريمة، هنا ربما سوف ندخل في نقاش من نوع آخر، اللي هو الحاجة إلى التدخل الدوائي. الآن التدخل الدوائي في حالة اضطرابات، في حالة الاضطرابات النمائية العصبية بشكل مجمل، هو تدخل دوائي للحد من الأعراض وليس للاضطراب في حد ذاته. واضحة؟ إذن هو للحد من فرط الحركة وليس لعلاج فرط الحركة، لأنه هذا الإنسان لو يتحرك بزاف ما غادش يجمع معايا، إذن ما غادش يتعلم. للحد من العدوانية وليس لعلاج التوحد. طيب لزيادة مثلا مستوى الذاكرة وليس لعلاج التخلف الذهني، وهكذا دواليك. فهذه الأدوية إلى الآن نتكلم على رأيي القاصر، وربما إذا كان معنا ناس مختصة تقدر تصوب الكلام تاعي بشكل أكبر. الأدوية الموجهة هي أدوية تحد من الفعل العصبي ولا تعالجه. هذه وجهة نظري، لذلك أفضل كثيرا في أغلب الأحيان إذا لم تكن هناك حاجة ماسة للتدخل الدوائي، أفضل دائما أن يتم أو أن يكون التدخل نفس عصبي أو يكون سلوكيا معرفيا. الاختصاصي ممكن نقوم يعني ندير بها العجب، العلاج المعرفي السلوكي يمكن أن نقوم به أشياء كبيرة جدا. التدخل النفس عصبي نمائي كذلك لديه آثار أكثر من رائعة، فلابد من الحد من التوجهات الدوائية الصيدلانية من المرحلة الأولى، لأنه حتى بشهادة الأطباء هذا يؤثر بشكل أساسي في عملية التعلم وفي النمو. Enfant heureux
طيب نعم، هو يبقى دائما تقول الخلل الوظيفي او خلل عضوي يبقى خلل عصبي. نعم هو يبقى خلل عصبي، ولكن الفرق بينهما فقط ان الخلل الوظيفي اتعرف عليه من اعراضه فقط، لا يمكنني اثباته، دكاغ، الى حد الساعه لا يمكنني اثباته في حاله عدم وجود التصوير العصبي الوظيفي. ولكن الخلل العضوي هو موجود، فلذلك في الخلل العضوي نتكلم على اليكسي، اغرافي، ابراكسي، معناها لابسونس توتال دو سيت فونكسيون. ولكن لما نتكلم على الاضطرابات الوظيفيه نعمل ديس، سي لا ديسفونكسيونمون ولا لو ديسفونكسيونمون، بمعنى انه يوجد اختلال على مستوى هذه الوظيفه، ولكن هذا الاختلال غير مسبب. غير مسبب مش معناه ما عندوش سبب، ولكن ما عندوش سبب معروف اللي ادى الى. اذا تفسير العلوم العصبية المعرفية لاضطرابات التعلم، طبعا أستاذة رشيدة، يوجد توجه الآن حول يعني الاضطرابات النمائية العصبية كلها تقريبا، معروف. فبحكم أننا نجهل هذه الأسباب، تعاملنا معه يكون وظيفيا، هذه هي الفكرة. طيب، وبحكم اننا لا نعرف السبب الصحيح ولا الميكانيزم الاختلال او الاضطراب، تقديم علاجات نهائيه 2013 وبعد 2013 مش نفس الشيء. الان متلازمه تيرت لما نتعامل معها نتعامل على حسب فترات الكمون، يعني كلما كان الانحدار النفس الحركي واللغوي التفاعلي ثابتا، كلما اللي نسموها حنايا مراحل الكومون، كلما قدمنا برامج انحدار ما نخدمش معاه. عندي يعني نوعيه من التمارين الواضحه. لماذا؟ لانه ميكانيزم الاضطراب خلاص موجود. طيب، ميكانيزم الاضطراب موجود. استاذه ليرام، حيث تكون نسبة التنشيط أقل في المناطق العصبية مقارنة بالعاديين حسب أبحاث في الغرب. ليس دائما حبيبتي، لأنه مرات يكون كاين العكس، معنى أنه حتى لو عملت بطريقة طبيعية جدا المنطقة ألف وباء، ولكن التفاعل ما بينهما يكون غير سوي، فسوف تؤثر عليه. يعني الأمر معقد نوعا ما. أستاذة أور ثو تقول: ما الفرق بين اضطرابات التعلم وصعوبات التعلم؟ تكلمنا على هذا الفرق بإطناب، فربما نرجع إلى التسجيل لاحقا. طيب، بالنسبة للمناطق العصبية المتدخلة في اللغة الكتابية حسب مناطق برودمان، لماذا نتعامل مع مناطق برودمان؟ لأنها الأوفى دراسة، وليس المقصود انه في هذا التقسيم فقط، ولكن هو التقسيم الاشهر لذلك والاسهل حفظا كذلك. طيب، لو نتكلم عن اللغه بشكل مجمل، استاذة شهرزاد تقول: pour le traitement effectivement ma fille plus de sa difficulté souffre d'articulation auditive le traitement oui permet quand même un critère ça exactement. طيب، اذا قلنا بالنسبه لمناطق برودمان المتعلقه باللغه، عندنا 30 مركز لغوي قشري اساسي. طيب، 30 مركز لغوي قشري اساسي. ماذا نقول اساسي؟ بمعنى انه خاص في اغلبه باللغه، او أن أهم القدرات اللغوية تكون من تلك المناطق 30. بالنسبة للقراءة والكتابة، توجد 3 مراكز لغوية كتابية قشرية أساسية من بين هذه 30. طيب، نتكلم عن القراءة اللي هي المنطقة 36، وعن الكتابة اللي هي المنطقة رقم 40. غادي نجيو نتكلموا عليهم بطريقة مفصلة.
لما نقول هذا الكلام، هل هذا يعني أن المناطق الأخرى هي مناطق غير متدخلة؟ لا، نقول هي مناطق ساندة، ولكن في الأساس، العمل الأساسي أو الاختلال الأساسي إذا مس هذه المناطق عضويا أو وظيفيا راح يعطيني اختلالات حادة على مستوى اللغة الكتابية. لاحظوا معايا أنه راني نكرر كثير كلمة اللغة الكتابية. اللغة أنواع، اللغة هي النسق أو أي نسق رمزي متعارف عليه اجتماعيا يمكن أن يتم اعتباره على أساس لغة، ومن ذلك أننا نقول لغة الإشارة ونقول لغة العيون ونقول لغة الجسد. فأي إشارة أقوم بها نقول أنها ماذا؟ أنها لغة. طيب، الأخصائي الأورطوفوني مجال عمله هو طبعا علاج النطق والكلام واللغة بلع للطفل والراشد فيما يخص ماذا؟ اللغة المنطوقة والمكتوبة. لماذا؟ لأنه تقريبا المستوى تقريبا، إذا ما يعني إذا خفت نغلط، يعني حوالي 90% من التقسيم المكتوبة والمنطوقة هو ذاته. طيب، فتماما عندنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللغة المنطوقة عندنا لو تري اللي هو المخرج والصفة، وهنا في اللغة المكتوبة عندنا الخط في أو البراكسي. عندنا لا مورفو سينتاكس الموجودة في اللغة المنطوقة بما فيها النحو والصرف والتركيب إلى غير ذلك، وكذلك عندنا نفس الشيء في اللغة المكتوبة، وهكذا دوالك. طبعا القوانين الداخلية مختلفة، القوانين الداخلية مختلفة. في العملية النطقية نركز صاري، فهنا الفروق الجوهرية الموجودة ما بين اللغتين، ولذلك يعتبر مجالا واحد. الآن لو حاولنا إدراك مهام هذه المناطق الثلاثة سوف نتعرف على الكثير من العلامات التي نجدها عند سواء المصاب باضطراب التعلم المحددة أو حتى غير المحددة أو بصعوبة التعلم. ويعني المفهوم أن هذه الأعراض التي سوف أتكلم عنها يمكن أن توجد عند مختلف الاضطرابات التي تمس ماذا؟ اللغة الكتابية. هذا الشيء ماذا سوف يعطيني؟ يعطيني أني نفهم أنه كان كثير من العمليات المتضررة عند هذا الطفل ما ينفعش معها. هنا مثلا كما قالت الأستاذة سهيلة، ما ينفعش معها لي كور دو سوتيان، دروس الخصوصيه، او ما ينفعش معاها ان المعلمه تحط له البال، وما ينفعش معاها انا كاخصائي اورطوفوني او كاخصائي نفسي اني نخدم كما يخدم المعلم. فتلقاو نوجدوا لي سوجي ونحلوا معاهم التمارين، وكتب الف 10 خطرات وكتب الباء 20 خطره. هذا ليس هو العمل العلاجي الصحيح. العمل العلاجي هو لا يعتمد على التسهيل الذي يقوم به المعلم أو المربي المتخصص، وإنما يكون بناء على برنامج علاجي نفس عصبي في الأساس، ثم سلوكي معرفي أو نفس عصبي لساني بالنسبة للأخصائي الأورطوفوني. هنا لابد أن نتنبه لهذه المسألة، أنا كأخصائية نفسية أو كأخصائية أورطوفونية أو كأخصائي أنيرغوثيرابيست، أخصائي علاجي وظيفي أو نفس حركي، لست معلما. طيب، لست معلما، وراح نشوفوها في البرامج العلاجية عندما نتكلم عن كل اضطراب على حدة بإذن الله في الجلسات القادمة. الآن نروح للمناطق الأساسية، قلنا هي ثلاث مناطق. بالنسبة لعملية القراءة عندي المنطقة السادسة والتاسعة والثلاثون، وبالنسبة للمنطقة الكتابة عندي المنطقة 40. المنطقة السادسة واللي هي المنطقة الجانبية ما قبل الجمهية،
وتضم كذلك المنطقة الحركية المكملة الـ PMA والـ SMA. هاتان المنطقتان العمل نتاعهم في الأساس هو عمل ما قبل الجبهي. بور لي نوبتيكالوغ لي زورتوفونيست ربما راح يعني الامر سوف يكون اوضح بالنسبه لهم، حيث ان هذه المنطقتين تنتميان الى المناطق الحركيه، لانه رانا نقولوا هي مناطق ما قبل الجبهيه. الفصل الجبهي زي الحركه، وهذه هي الكتابه عباره عن حركه، ولكن في نفس الوقت هي لا تمس الحركة فقط بمعنى الموفمون أو تخطيط للحركات، لأنه لا يكفي أن أعمل يعني خط أفقي حتى أكتب الباء، لا، لابد أن أعمل شبه شكل الزورق ثم أضع النقطة إلى الأسفل. فهناك تخطيط. طيب عندما أكتب مثلا كلمة الله اسم الجلالة لابد أن نصعد ونهود ونعود نصعد ونعود، عندي تخطيط. هذا التخطيط هو ما يسمح بإعطاء القيمة اللغوية للخطوط التي فيه فرق ما بين الرسم وما بين الخربشة وما بين الخط الكتابي. الخط الكتابي يملك معنى في نفسه في شكله، واضح، وعند انضمامه إلى غيره يعطينا ماذا؟ يعطينا يعني معنى، مجرد معنى لغوي. طيب من وظائف هذه المنطقة، من وظائف هذه المنطقة لو نروح نشوفها مع بعض، راح نتكلم على الوظائف بيلاتيرال، معناها ثنائية الجانب، وكاينة اليسارية اللي مرتبطة باللغة بالدرجة الأولى، وعندنا كذلك اليمينية بالنسبة لليمني. نتكلم على تسلسل أو تخطيط الحركة، نتكلم على التعلم الحركي. لذلك هذه النوعية من الاختلالات شيء جميل أن أنزع الورقة والقلم وأني أتعامل مع الحركة. ليزيرغوثيرابيوت يفهموا هذا الكلام بطريقة جيدة، ليبسيكوموتريسيان يفهموا هذه الطريقة بطريقة جيدة. لماذا أوجه المصاب بطلب تعلم الموحد لبسيكوموتريسيان تلمو يتمشى نيشان والآخر نيشان وما شاء الله عليه؟ لماذا؟ لأن العمل الأساسي هو عمل حركي معرفي طبعا، صح؟ إذا نتكلم كذلك عن الحركة المتخيلة. لاحظوا معايا، كل واحد فينا يحاول يجرب هذا الامر، وحنا رانا مجمعين. استطيع ان اتخيل كيف يمكنني ان اعيد كتابه ما تقول الاستاذ ابو طويل، صح؟ يعني حتى لو لم احرك يدي، صح، بالفعل التمثل المعرفي. كذلك برمجة الحركة الكلامية، يعني كيف سوف أنطق هذه الكلمة، من يعني سوف أنطق الحرف الأول ثم الثاني ثم الثالث. وهذه قدرة هامة جدا في عملية الإملاء، وهي يسارية معالجة اللغة، تبديل اللغة لما يكون ثنائي، قراءة الكلمة بصوت عالي أو صمت هي قدرة يسارية، إدراك الكلام، تحديث المعلومات اللفظية، معالجة الصوتية، التسمية الدينوميناسيون، استرجاع الكلمات، القرار المعجمي، إلى غير ذلك من المهارات التي تتعلق بالخصوص بالحركة. وربما في الكتابة أهم ما يتعلق بهذه المرحلة، بهذه المنطقة، اللي هي قلنا التسلسل الحركي والذاكرة الطوبوغرافية، لا ميموار طوبوغرافيك، داكوغ، بمعنى أنه كيف يمكنني أن أرى الشيء بالقفاوي، النقل كتابته بطريقه صحيحه. الانتباه البصري المكاني كذلك، هذه المنطقه كثيرا يعني تساهم في هذه المساله بشكل كبير جدا. هذا التلف في هذه المنطقه يؤدي الى لابراكسيا. لابراكسيا هي تعذر الاداء الحركي، ماشي شلل ولكن تعذر الاداء الحركي. لابراكسيا نورمالمون سي ان تروبل كونيو. نروح للمنطقة 39، وهي منطقة جد مهمة، حيث أنها تنتمي إلى منطقة فيرنيكي، وتضم
يعني تلفيف جد 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 مهم، اللي هو التلفيف الزاوي، لو جيروس اونغولار. لو جيروس هذا الوظيفة تاعو هو الربط ما بين المعلومات الحسية والجسدية، بمعنى معرفة الجسم. هذه المعلومات اللي تتعلق بالحس الجسدي اللي هي معرفة الجسم، يربطها بماذا؟ بالمعلومات السمعية والمعلومات المرئية. بالنسبة للمشتغلين بالتوحد، هنا الأساس تاع المشكلة تاع واش؟ ماشي اضطراب المعالجة الحسية، وإنما اضطراب التكامل الحسي، حيث أن المفحوص لا يستطيع الدمج ما بين المعلومات القادمة من عدة حواس. هذا الأمر في ماذا سوف يؤثر عليه؟ سوف يؤثر في وضعية الجسم في الفضاء كما قال الأستاذ مهوبي، وسعيد جدا بحضوره معنا اليوم. يؤثر كذلك في الربط ما بين المسموع والمقروء. داكوغ، انه كيفاش نقدر نربط ما بين لما انا نجي نقرا عليكم مثلا كتاب معين، ف وانتم راكم تتبعوا من كتاب كذلك كما نقوموا به في القسم، كيفاش هو يقدر انه يربط ما بين المعلومات التي يسمعها وما يشاهده. لذلك نجد مشكلة الضياع ما بين الأسطر عند المصاب باضطراب التعلم المحدد، لا يستطيع متابعة القراءة في أسطر ممتدة، لما يكمل السطر ما يعرفش روحه السطر التحتاني وين راهو جاي، فممكن انه ينقز ليه السطر يطلع ليه السطر وهكذا دواليك. كذلك هذه المنطقة بالذات باعتبار انها جزء من منطقة فيرنيكي، وكذلك انها تضم او هي عبارة عن ملتقى، علاش نسمو حنا لو جيروس اونغولار ولا التلفيف الزاوي، لانه هو في حد ذاته يجمع ما بين ثلاث فصوص تقريبا، اللي هو القذالي القفوي الجداري و لو تومبورال والصدري. هذه المجموعه من المهارات المكتسبه، بمعنى انها كل ما هو براكسي ذاكري اضافه الى السمعي والبصري، كلها تمر من هذه المنطقه. اذا مهم جدا في عمليه القراءه، مهم جدا في الجانب اليساري منه في الحساب، التعلم الحسابي، الترميز التجريدي للمقدار العددي، وهذه مشكلة كبيرة. الأيمن من الدماغ، المهام الإبداعية اللفظية، بمعنى كل ما يتعلق بالتعبير الإبداعي، نظرية العقل، وهي مشكلة كبيرة جدا سواء عند ذوي التوحد وكذلك لدى المصابين باضطراب التعلم المحدد كتابيا، وهذا هو الفرق بينهم وبين ذوي التوحد. الرقابة التنفيذية على السلوك، معالجة سلسلة من إجراءات القراءة البصرية إلى غير ذلك. الإصابة على هذا المستوى تعطيني عمه الأصابع، تعطيني لا كالكولي لا براكسي لا زومو لا زوما توغنوزي اللي هو عمه الجسم، لو سيندروم ذلك بالنسبة للحبسة الدلالية ولا جرافي. هذه الاضطرابات اللي حاب يتعلم مليح على اضطرابات التعلم المحددة الوظيفية المنشأ، لابد أن يتعلم عن هذه النوعية من الاضطرابات عضوية المنشأ. لماذا؟ لأن الأعراض متشابهة جدا، الأعراض متشابهة جدا، وهذا الأمر هو الذي يخول لي التعرف على هذه النوعية من الاضطرابات بشكل أفضل. لماذا؟ لأنه باعتبار أنها اضطرابات عضوية وراهي في سنوات راهي مكتشفة ومعروفة ومحددة، فيمكن الاستفادة من البرامج المقدمة لهؤلاء. للأخصائي الأوردوفوني الذي يتعامل مع الاضطرابات النمائية الوظيفية، هو علم أكثر من لازم لابد أن يتحكم فيه، إضافة إلى الاضطرابات النمائية العصبية. العلوم الحبسة يعني كنز لا يفنى، يمكن جدا أن نجد فيه الكثير من التفسيرات الوظيفية في حالة الطفل، وأعتقد أنه في حتى هبسي الراشد وديسفازي أعتقد، أو المعسور قرائيا شيء كما هكذا. وهذه النوعية من المقارنات أكثر من مفيدة، وهذا توجيه بالنسبة
الطلبة خاصة. طيب آخر منطقة، وهي منطقة مهمة جدا 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 في عملية القراءة والكتابة. لماذا؟ خاصة نتكلم الكتابة، خاصة نتكلم على لو جيريوس سوبرا مارجينال، أو التلفيف ما فوق الهامشي، موجود في المنطقة 40. الوظيفة الأساسية لهذه المنطقة هي العمليات اللغوية المعقدة والحساب والوظائف التنفيذية. الوظائف التنفيذية في المجمل موجودة في الفصل الأمامي، يعني ما قبل الجبهة، ولكن هذه المنطقة في حد ذاتها كذلك مسؤولة عن الكثير من الوظائف التنفيذية، تتعلق كثيرا بالعلاقات الصوتية، المعالجة الدلالية، الإبداع اللفظي، كتابة الأحرف منفردة، كذلك التخطيط الحركي، تقليد الإيماءات، تمييز المختلف في الجانب الأيمن، كذلك بالنسبة للحساب، بالنسبة لأداء المهام الإبداعية إلى غير ذلك. الإصابة في هذه المنطقة يعطينا أبراكسيا، أكالكوليا، أي والأجرافيا، معناها هذه الثلاث اضطرابات كلها سوف تؤثر على عملية القراءة على عملية الكتابة بالدرجة الأولى في هذه المنطقة. لو نروح نشوف اضطراب التعلم المحدد بالنسبة للوحة العيادية، أفضل أنه نمشي إلى الأصل، نمشي إلى المصدر. المصدر اثنين، ما فيش ثالث، وما فيه ولكن أقل جودة، اللي هو الـ ICD-11، التصنيف الدولي للأمراض في مراجعته 11، وكذلك لو DSM-5 تير، يعني المراجعة الأخيرة للـ DSM-5. لو نروح نشوف في التصنيف الدولي للأمراض الـ ICD، نجد أن اضطراب التعلم النمائي هكذا يسمى، يرمز له بـ 6A03. هذا الاضطراب هو اضطراب قائم بذاته، يحوي في حد ذاته على مجموعة من الاضطرابات التحسية، مصنف ضمن الاضطرابات النمائية العصبية، وشرحنا هذا الأمر. يتسم بصعوبات كبيرة ومستمرة في تعلم المهارات الأكاديمية، والتي قد تشمل القراءة أو الكتابة أو الحساب، يعني إما أن تشمل واحدا من هذه الثلاثة أو تشمل الثلاثة في بعض الأحيان كلها. ينخفض أداء الفرد في المهارات الأكاديمية عن ما هو متوقع من العمر الزمني، وهذا أمر جد مهم. لحقتني مرة لاتر دوريونتاسيون من عند طبيب لحالة مصابة، أو لحالة عندها 3 سنوات، لاتر دوريونتاسيون قال لي ستان ديسليكسيك. طيب هذا أمر طفل 3 سنوات لا ينتظر منه أن يقرأ ويكتب، بمعنى أن الالتزامات الموجودة في هذا السن لا تتعلق. الاعتبار لابد أن يكون المفحوص قد بلغ السن التي تؤهله لعملية القراءة والكتابة، و تم وضعه في بيئة مستثيرة ولم يستطع الاكتساب. طيب هنا بالنسبة للأستاذ ميهو بيقول هل يتقنها؟ من وجهة نظري إذا كان المختص يتقنها فهذا أمر جد رائع. أنا بالنسبة لي نتعامل مع الأوجي فونكسيونيل، والنتائج اللي حصلنا عليها نتائج أكثر من رائعة، سواء كان بالنسبة من الاختلالات الموجودة بطريقة عصبية. أكثر من رائع، اللي حب يعني يتحكم بخارطة برودمان فيتوجه مباشرة إلى
يعني التحكم في الاو جي فونكسيونيل. الاو جي فونكسيونيل اكثر من رائع، خاصة في ظل عدم وجود لا إله إلا الله ليغان فونكسيونيل. طيب إذا هنا لابد أن نفهم هذا الشيء. طيب يقول لك أستاذة أعطينا سن معينة لبيها نقول أن هذا الطفل خلاص يعني تجاوز السن المسموح به. احنا في المجمل اورثوفونيين نقولوا لابد ان الطفل يكون 8 سنوات فاعلى، صح؟ وبعض القراءات او بعض الكتابات وبعض المراجع تقول لك لا 7 سنين فاعلى. طيب وبعضها تقول لك لا 9 سنين فاعلى. الخروج من هذا من هذا الخصام المعرفي يوجد حل بسيط جدا، الا وهو لابد ان نتاكد بدايه ان الطفل قد دخل الى لونتوراج اللي يكون فيه، يعني الوسط اللي يكون فيه يكون وسط داعم ومستثير. طيب ان المشكل الموجود لا يتعلق بطريقة التدريس او ب يعني الظروف البيئية بالدرجة الاولى. طيب ثلاثة، لابد ان تستمر هذه الاختلالات لمدة 6 اشهر على الاقل. يعني لابد أن أعطيه في البداية تدخل مستثير لمدة 6 أشهر على الأقل، ثم أعود لاستكمال عملية التشخيص. تشخيص صعوبات التعلم المحددة لا يكون من نقطة صفر. طيب لا يكون من النقطة صفر، وراح نتكلم عليها لما نتكلم على الديسام سانك تيرم. طيب يظهر اضطراب التعلم النمائي عندما يتم تدريس المهارات الأكاديمية خلال سنين الدراسة المبكرة، نتكلم على الطور الأول خاصة. لا يرجع اضطراب التعلم النمائي إلى اضطراب النمو الذهني أو ضعف الحواس خاصة البصر أو السمع، أو اضطراب عصبي أو حركي، أو عدم توفر التعليم، أو الافتقار إلى الكفاءة في لغة الدراسة الأكاديمية، أو لكرب نفسي واجتماعي. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ كثير من الأطفال خاصة ثنائي اللغة، نتكلم على مانيش عارفه انايا وهراني يهضر غير العربيه، تقل الوالدين تاعو مثلا العيش في غردايه ولا زيوزو، ولا في بعض الاحيان حتى في بعض المناطق مثلا في مغنيه ولا كذا، اللي اللهجه تاعهم متغيره تماما، او في بعض الاحيان اللغه اصلا تتغير. طيب انا في الدار يهضروا غير الفرنسي، العربيه ما يقدرش. فهنا المشكل هي لغة الدراسة الأكاديمية وليست المشكلة في التعلم في حد ذاته، فلابد أن أخذ هذه المسائل كذلك بعين الاعتبار. هل هذا الطفل يعاني من فوبيا اجتماعية مثلا، أو من خرس انتقائي، أو من يعطيني مشاكل من هذا النوع إلى غير ذلك؟ هل الطفل وضع في موضع المتعلم الطبيعي؟ أطرحه على نفسي. بالنسبة للديسام سانكتير يذكر 4 معايير أساسية لابد أن تكون حتى أستطيع أن أقول أنني أمام اضطراب تعلم محدد. الأول أن صعوبات التعلم واستخدام المهارات الأكاديمية كما يتبين من وجود 1 على الأقل من الأعراض اللي غادي نتكلموا عليها، هي 6 أعراض، استمرت لمدة 6 أشهر على الأقل. طيب لابد أن ألاحظ هذه الأعراض الموجودة لمدة 6 أشهر على الأقل، بالرغم من توفير التدخلات التي تستهدف تلك الصعوبات. قلت للمعلمة حطي لها البال، وراجعت لها أنا في الدار، درت له ليكو وعززته وخليت كاملين يهضروا معها مليح، وحيت كل الظروف السيئة مثلا التنمر إلى غير ذلك، ومع ذلك لم تتحسن. اللي هي أولا قراءة الكلمات بشكل غير دقيق أو ببطء رغم الجهد. الطفل ماشي ما يحبش يقرأ، الطفل ما يقدرش يقرأ، لأنه يعني فيه فرق ما بين المسألتين. يقرأ كلمة واحدة بصوت عالي بشكل غير صحيح أو ببطء أو تردد، وكثيرا ما يخمن الكلمات ولديه صعوبة في لفظ الكلمات. هنا هذه تخمين الكلمات نلقاوها كثير بوغ لي زورتوفونيس، نلقاوها عند لي سوغ
واش تلقاه في النطقيه هنا، تلقاه انه كي تعطيه مثلا كي نبداو نخدموا لا كونسيونس فونولوجيك وتبدا تعطيه كلمه مثلا حتى يكررها لك، فواش يقوم ياخذ غير الكلمه الاولى ويكملها من عنده، غير الحرف الاول ويكملها من عنده، لو برومي فونيم ويكملها من عنده. فانا مثلا كي نقول له يلاه كلب يقول لي كتب، نفس الوزن بدايه نفس الحرف. طيب فلا يسمع او لا ينتبه سمعيا الى كل الكلمه، سي لا كونسيونس فونولوجيك. طيب نفس الشيء تقريبا ولكن كتابيا. في لوكوتيغرافيك واش يدير؟ انه بدل ما لانه يجد جهد كبير حتى يقرا الكلمه كامله، فماذا يفعل؟ اما انه يحفظ شكلها، وهذه اسمها ليباغليكسي، غادي نجيو نتكلموا عليها باذن الله، او انه ياخذ الحرف الاول فقط لو بلومي غرافام، الحرف المكتوب الاول نسموه غرافام، ويكمل من عنده. طيب فبدل ما يقول لك كتاب يقول لك كلاب، واضحه؟ خاصة إذا كانت شكلا متشابهة. بالرغم من أنه يبذل جهده حتى يقوم بهذه المسألة. اثنين، صعوبة في فهم معنى ما يقرأ، قد يقرأ النص بدقة مثلا ولكن قد لا يفهم التسلسل والعلاقات والاستدلالات والمعاني الأعمق لما قرأ. هنا غادي نأكد على واحد الأمر رانا نشوفوه كثير للأسف الشديد، ما عنديش بزاف، شفت زوج فيديوهات ولا ثلاثه وضعت موضع الافتخار للاسف الشديد بور لي زونفون اوتيست اي ايبر اكتيف لو سيندروم ديزيكزيكوتيف، اللي هو الطفل اللي نقولها له يروح يكتبها، ولا اللي يشوف واش كتبت ولا واش راك تقرا يقول لي ما على باليش، واضحه؟ هذه نسموها ليبرليكسي ولا ليبرليكسيا، هي ثلاث انواع ما غاديش نتكلموا عليهم دركا، كي نجيو نتكلموا على عسر القراءه ان شاء الله. يقرا ويقراها جيدا ويكتب ويكتبها جيدا، ولكنه لا يفهم ما يقرا. صار لها كيماش نفس الشيء واش نشوفوه في الايكولاليا، في الايكولالي عند الطفل التوحدي، يعيد كل ما يسمعه ولكن بدون فهم. فرق بينها وبين الايكولالي عند متاخر لغويا، متأخر لغويا يفهم جيدا ولكن رصيده اللغوي الذي سوف يقدم به غير موجود، لذلك يلجأ الى ليكولاليا. فالليبرليكسي هو اضطراب، هو عرض مضطرب وليس شيئا افتخر به، معناها اللي يشوفها يقراها، لا لا، اللي يشوفها يقراها اسكو يفهمها ولا ما يفهمهاش، فهذا مسألة جد مهمة. كذلك ثالثا الصعوبات في التهجئة، فمثلا قد يضيف يحذف او يستبدل احد حروف العله او الحروف الساكنه. روحوا نشوفوا مثلا الاضطرابات اللغه المنطوقه، نلقاو هذا العرض موجود فاش موجود في اضطراب الكلام، داكوغ، ولا كما كان يسمى سابقا بلي لو غوتار دو بارول ولا تاخر الكلام، حيث ان الطفل يزيد في الكلمه ولا ينقص منها ولا يقلبها، مدرسه يقول لك مرداسه ولا يقول لك مداسه، ولا يزيد ينقص يحذف يشوه الى غير ذلك. كذلك العرض الرابع اللي هو صعوبات في التعبير الكتابي، حيث انه نلاحظ كثير الاختلالات النحويه والاخطاء في علامه الترقيم وصياغه الجمل الى غير ذلك، امر يشابه تماما الاخطاء التركيبيه الموجوده في اللغه الشفويه. صعوبات التمكن من معنى الارقام وحقائق الارقام، الرقم 2 هو شكل ولكنه يعني ماذا؟ يعني عددا معينا. طيب وكان ندير 2 وحده 1 لا يعني انه 3 ولكن يعني 12. فحقائق الارقام تتغير على حسب موضع الرقم او موضع موضع هذا الرقم او منزلته الى غير ذلك. فهنايا هذا النوعية من الأطفال نلقاو عندهم مشاكل، لذلك تلقاو عنده مشاكل حادة في كيف أنه يفهم أن 21 و 12 مش هما نفس الشيء، بالرغم أنهم نفس الأرقام ولكن المنزلة تغيرت. الخامس هو صعوبة، خلاص تكلمنا عليه. السادس هو صعوبة في التعبير الرياضي،
مثلا لديه صعوبة شديدة في تطبيق المفاهيم الرياضية والحقائق والإجراءات لحل المشاكل الكمية. كثير من الباحثين يرجح هذا الأمر لعدم استكمال الطفل، لكن الأمر ليس كذلك، لأنه قلنا أن المشكلة ليست مشكلة ذكائية، ليس مشكلة ذكائية وليست مشكلة تنفيذية، ولكنها مشكلة تعلمية أكاديمية في حد ذاته. حسب قراءاتي ومعرفتي القاصرة وقلة علمي وبضاعة وزجات فقط في الكتب العربية، لوجدت التقسيم ما بين صعوبات التعلم الأكاديمية وصعوبات التعلم النمائية. كل المراجع العالمية تجعل، سواء كان في صعوبات التعلم عندما كنا نتكلم عن صعوبات التعلم، أو الآن عندما نتكلم على اضطراب التعلم المحدد، هو اضطراب تعلم يصيب ماذا؟ يصيب التعلمات الأكاديمية. ولكن لما نجي نبحث فيه نلقى أن القواعد المعرفية الأساسية متضررة. إذن تقسيم اضطرابات التعلم الأكاديمية اضطرابات التعلم النمائية ولكن فقط لطفا وتفضلا يذكر المصدر. طيب، هذا التقسيم موجود فقط عندنا، هو تقسيم يعني من وجهة نظري ليس له أي معنى. لماذا؟ لأنه بكل بساطة عندما أتعامل الأكاديمي كما يقال، أنا مجبرة على البحث في كل المسار المعرفي للكتابة أو للقراءة أو للرياضيات كما ذكرناه سابقا، وبالتالي العمل على هذا السيرور ما بين عمل الأخصائي الأرطفوني والنفسي وبين عمل المعلم أو المربي المتخصص، طبعا مع احترامي للجميع وكل واحد عنده العمل تاعو. طيب، المعيار بي المهارات الأكاديمية المتأثرة أدنى بشكل مهام ونوعي من على الأقل لمدة 6 شهور، أنه يكون فيه واحد على الأقل من تلك الأعراض. بالنسبة للمعيار بي يتكلم عن المفارقة ما بين المتوقع وما بين الموجود. طيب، صح. في نفس الوقت يقول أنه بالنسبة للمعايير أو بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أكثر من 17 سنة ولم يقوموا أو لم يحصلوا على تشخيص مناسب في عمر يعني في عمر مبكر، مقدراتهم حاليا وإنما ندرس تاريخهم المرضي. داكوغ، تاريخ الموثق للضعف في صعوبات التعلم هو الذي يكون بديلا للتقييم المعياري. طيب، لماذا؟ لأن المضطرب تعلميا يتعلمها عبر الزمن، وبالتالي سوف يجد طريقة ما، وهذا هو العمل تاعنا احنا بالأساس، حيث ندعمه لتعزيز التعلم التعويضي والمساند، حيث أنه يستطيع اكتساب تلك المهارات بطريقة طبيعية التي يتعامل بها الآخرون. وبالتالي إذا قمنا بتقييمه لاحقا غادي نلقاوه يعرف يديرها. واضحة؟ إذن هنا لابد أن أتأكد، بالنسبة لي عندهم أكثر من 17 سنة لابد من دراسة التاريخ الموثق للضعف في الصعوبة، تقييم المعيار السي قلنا هو صعوبات التعلم تبدأ خلال سن المدرسة، بمعنى أنه قبل 6 سنوات، إحنا عندنا سن المدرسة 6 سنوات، السنة الأولى قبل 6 سنوات ما نقدرش نتكلم عليها. ثم نعطيه مدة تاع التعلم تقريبا تكون هي السنة الأولى، ابتداء من السنة الثانية نبدأ نتكلم على المظاهر. بالنسبة للسنة الثانية المعمول به حاليا أنه يدرس السنة بعدين يكرر السنة الثانية
فيروح للقسم المكيف باعتبار انه بطيء تعلم. بعدين لما يكرر السنه الثانيه المره الثانيه او الثالثه عاد كان يوجه الاخصائي الاورطفوني، وهذا خطا جسيم لانه يعني الكثير من الاعراض تظهر في نهايه السنه الاولى ونكونوا احنا رانا متاكدين منها. اول ما نتاكد من هذه الامور بطريقه مبكره من حيث الكشف المبكر ما غاديش نعطيه التشخيص، نروح وهو في السنه الثانيه نروح نبدا نقوم بالتدخل المبكر، حتى حيث وان كان فيه بعض الاختبارات والروائز راح نتكلموا عليها لما نتكلم. يمكنها ان تظهر ست سنوات ست سنوات ونصف ومرات ابكر من هذا الشيء خمس سنوات واربع سنوات ونصف. هو سوف يعاني من صعوبات او من اضطراب تعلم المحدد. طيب امر الى الاسئله قليلا ولحسن نكمل هذه اللوحه فقط. بالنسبه لصعوبات التعلم او اضطراب التعلم المحدد المعذره، لابد ان لا يفسر بشكل افضل كنتيجه لوجود، لاحظوا معايا، الاعاقه الذهنيه هو اول شيء لابد ان لذلك الكي امر اجباري من أجل رصد هذا الاضطراب. الإعاقات الخاصة بالسمع والبصر غير المصححة، إذا كانت مصححة لا يتم الأخذ بعين الاعتبار أنها إعاقات حسية طرفية، وإنما أو حسية إيه طرفية ولا مركزية لا ميشوز. لابد أن تكون مصححة، بمعنى أننا كي ندير الاختبار القراءة مثلا لازم يكون بليونات، مديرهاش سون لونات اذا كان يحتاج طبعا. لذلك تماما مثل ما الاوجي لو بو اجباري في حاله مثلا المصاب اضطراب طيف التوحد، لو بو في والاوجي كذلك لو كي كذلك اجباري في حاله اضطراب التعلم المحدد. كثير من الساده الزملاء يقول لك لا وهذا غير وسواس وكذا، انا بالنسبه لي من الافضل نكون وسوسه ما نكونش مهملة. طيب نفضل أن يكون حريصة أكثر من أن يكون مهملة، وبعدين بعد مرور الأشهر والسنوات من المتابعة نقول أوب ربما أني غلطة، ربما نحتاج كذا أو نحتاج كذا. ما كنتش بتحكم في هذه الأمور، تعامل من النهار الأول يعني قبل ما تعمل مع هذا الإنسان، تعامل مع أنو بيدياتر ولا أن بيدو بسيكياتر، هو اللي غادي يعاونك في هذا الامر خاصه بالنسبه للتوجيهات الطبيه والى غير ذلك. اذا كنت متحكمه في هذا الامر تحتاج غالبا الى النوغو بيدياتر حتى يقوم برصد اي مشكل عصبي خاصه بالنسبه للتشخيص الفارقي الذي يمكن ان يكون هو السبب الاصلي في هذه المساله. الان فيه مساله كذلك لابد أن تنتبه إليها بالنسبة للتشخيص الفارقي. يا جماعة لابد أن أتأكد بشكل جد 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 معمق من مدى وجود أحد أمرين، إما تاريخ من الاضطرابات اللغوية، نتكلم خاصة على تأخر النمو اللغوي، أو انه الطفل هذا عنده حاليا عنده اضطرابات لغويه. طيب واحده من هذو الاثنين، اما هذا الطفل سابقا كان عنده تاخر في النمو اللغوي اللفظي واضحه وريح منه يعني عاود يعني اكتسب لغه، عاني من اضطرابات لغويه، لانه في العموم عندما تتضرر اللغه الشفويه يتم تضرر كذلك اللغة الكتابية كذلك، خاصة في حالة تأخر اللغة. ما تتكلمش بكري ما غاديش يكتسب الكتابة بكري، وخاصة في حالة تم توقيف متابعتهم دون يعني الالتزام بتعليمات الأخصائي الأورطفوني أو النفسي إلى غير ذلك. الأورطفوني غالبا لأنها لغة. فهنا من حوالي 25 حتى 45% من هؤلاء اللغوي اصلا بالعلاج اللغوي، هذه
توصل حتى لحوالي 60% حسب الدراسات، كلهم سوف يعانون لاحقا، أو من المرجح أن يعانوا لاحقا من صعوبات في اللغة الكتابية. فهنا لابد أن نفرق ما بين اضطراب التعلم المحدد وما بين كذلك بعض الاضطرابات النفسية والعصبية، المحن النفسية والاجتماعية، عدم إيجاد لغة التعليم الأكاديمي، عدم كفاية التوجه التعليمي الفارقين. معايير التشخيص الأربعة، هذه الـ A والـ B والـ C والـ D، قلنا غير الـ A لازم يكون فيها عرض واحد على الأقل، لابد أن يتم التحقق منها بعدة طرق، ماشي بطريقة واحدة، يعني مش بالفحص العيادي فقط أو حتى بالفحص السيكومتري فقط، وإنما لابد أن يكون هناك تقرير خاص بتاريخ النمو والتاريخ الطبي والأسري والتربوي، تقرير المدرسة أمر جد مهم، والتقرير التقييم التربوي النفسي لو بوب سي لو ميور، لو بوب سي لو ميور هنايا. إضافة إلى هذه المسائل، لما ندرس التقرير التربوي وتقرير المدرسة وتقرير أنا اللي قمت به، يعني تقرير دراسة الحالة، لابد علي أن أحدد ما هو الاضطراب المهيمن في اضطراب التعلم المحدد. هل هو مع ضعف في القراءة، بمعنى أنه الطفل يعاني من صعوبات على مستوى دقة قراءة الكلمات ومعدل القراءة والطلاقة وفهم القراءة، أو أنه مع ضعف التعبير الكتابي، بمعنى أنه عندي مشاكل على مستوى دقة التهجئة ودقة قواعد اللغة وعلامات الترقيم والوضوح في تنظيم التعبير الكتابي، أو أنها مع ضعف في الرياضيات اللي هي المعاني العددية وحفظ الحقائق الرياضية، الحساب الدقيق ودقة المنطق الرياضي. ثم ماذا أفعل؟ أحدد شدة الاضطراب. داكوغ، لما أحدد شدة الاضطراب، أحدد كذلك ما هو الاضطراب المهيمن، هنا نروح إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التقييم، اللي راح نتكلم عليها ابتداء من الحصة القادمة بإذن الله عز وجل، حيث سوف نأخذ كل اختبار، كل يعني اضطراب على حدة، ندرس الأعراض تاعو، بعض المظاهر التي نمر عليها أثناء الممارسة مرور الكرام، طريقة التقييم، ثم البرامج الكبرى أو التمارين القارة التي تقدم لهؤلاء الأطفال. لاحظوا معايا، لابد أن أؤكد أن اضطراب التعلم في الديسان تيغ هو اضطراب عصبي نمائي، راني نأكد في هذا الكلام، نعاود، هو اضطراب في معالجة المعلومات. طيب، يتميز بأنه أقل من المتوقع بالنسبة لعمر الفرد وتعليمه وذكائه أيضا، معناه ذكاؤه وتعليمه هو أفضل من مجرد أو من ما يقدمه. لابد أن يتم قياس هذه المهارات ليس سيكومتريا فقط، ولكن أيضا من خلال الاختبارات الموحدة في القراءة والرياضيات والمواد المكتوبة. لذلك أنصح السادة الزملاء وأبنائنا الطلبة أنهم مع أستاذة تعليم ابتدائي، أعدت لي مجموعة اختبارات خاصة بالفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث من السنوات الدراسية الثلاثة. على هذا الأساس ماذا؟ أنا لما يجيني الطفل ونقوم بإجراء الاختبار الأرطفوني والنفس عصبي ليه، والأخصائية النفسية كذلك تقوم بعملها، نزيد نقدمه له مدرسية مفيد جدا في هذه المسألة، مش باش نخدم بها، وإنما حتى أحدد المستوى الدراسي. لابد أن أتنبه لهذه المسألة. راح نرجع للأسئلة كلها في عجالة. في الممارسة القياسية، واللي هذه بنفضل أن نتكلم عليها في التقييم، لأنه فيها مهم معقد، وين تيكون عندي انحراف معيالي وين تيكون اثنين. الأنواع الرئيسة لاضطراب التعلم هي اضطراب التعلم الكتابي،
اضطراب الرياضيات، اضطراب التعلم غير اللفظي، هو اضطراب جديد يعني مش جديد جديد علينا حنا، واضطراب القراءة. كل ما يتعلق بإعاقات التعلم، صعوبات التعلم، حاليا تم استبدالها باضطراب التعلم المحدد. إذن حاليا إذا استعملنا مصطلح إعاقة التعلم أو اضطراب التعلم فهذا أو صعوبات التعلم، فهذا يعني أنني في اضطرابات أو سعادات مناشئ مختلفة، ولست في اضطراب التعلم المحدد المتعلق باضطراب نمائي عصبي. لما نقول اضطراب نمائي عصبي، الأستاذة أسماء أعتقد حبوب، نعم، هو في المجمل هو اضطراب دائم، في المجمل في الأغلب هو اضطراب دائم، ولكن يستطيع الطفل بالتقادم يعني مع الزمن مع الدعم المتخصص الأرطفوني والنفسي والتربوي الخاص والتعليمي والنفس حركي والأرجو والطبي إلى غير ذلك، يستطيع أن يكون إما معارف دنيا يمكنه أن يعني يمشي بها في المسار المدرسي تاعه، أو أنه يكون استراتيجيات تعويضية ومناسبة يمكنها أن تحد من الاختلالات الموجودة، وبالتالي يستطيع أن يكمل دراسته بشكل عادي. إذن التحديات موجودة ولكن الحلول كذلك موجودة لمن يسرها له الله عز وجل. قبل أن أسير إلى الأسئلة، فقط في الكراسة اللي بعتها لكم فيها بعض الإحالات المهمة لتنفعكم أثناء العمل. نتكلم خاصة على أطلس برودمان، هو عبارة عن كتاب رقمي مجاني، يعني ممكن تدخلوا له وتقوموا بدراسة كل المناطق إلى غير ذلك، وظائفها اليمنى اليسرى إلى غير ذلك. كذلك في الكراس راح نحط لكم فقط رابط، ما عنديش كيفاش نحطه، دقيقة. المهم بعد يعاود الأستاذ صالح صوالحي كذلك يبعثها لكم. فيها كذلك النسخة المجانية من الديكسيونير دابا، سي بون. في الكراريس في الكراس راح تلقاو روابط، غير تدقوا عليها غادي يتحمل الاي سي دي 11 النسخة العربية، كذلك كلها راح تكون قابلة للتحميل المباشر. ربما ما عنديش كيفاش نحط لكم درك، ما بغاتش تخرج لي، لحظة نشوف الأسئلة بطريقة سريعة. ما الفرق بين اضطرابات التعلم وصعوبات التعلم؟ تكلمنا على هذه المسألة بطريقة جد دقيقة في بداية المحاضرة، أرجو الرجوع. الخلل الوظيفي يظهر من خلال ليران فونكسيونيل، نعم، إلى حد الساعة يمكن. طيب والله اللي ما جاوبتش على الأسئلة تاعهم يعاودوا يكتبوها لنا في الأسفل إذا كان ممكن. طيب هذا جاوبنا عليه. إذا كان ممكن الأسئلة فقط اللي ما جاوبناش عليها. نعم، هنا المشكلة أستاذة سهيلة بن مندي،
تكلمت على مسألة جد مهمة، ألا وهي استعجال النتائج. استعجال النتائج في الاضطرابات النمائية العصبية هي ربما أهم الكوارث اللي تؤدي بنا خاصة إلى التسوق الطبي. فهنا لابد من الانتباه، حيث أننا نلجأ إلى تغيير المختصين، استعمال الأدوية، استعمال حتى بعض الطرق غير العلمية من أجل تحسين حالة الطفل بطريقة سريعة، وتعطينا في نهاية المطاف ردود أفعال عكسية. نعم، كذلك الأستاذة سهيلة، دائما لابد من تكثيف هذه المواضيع. بعض الأولياء يلجؤون للدروس الخصوصية، هذه تكلمنا عليها كذلك. pour le traitement effectivement c'est bon، هذه جاوبنا عليها. التوجه المكاني، خريطة برودمان. فقط إذا كان شخص ما جاوبش على الأسئلة تاعو غير اسمحوا لي، لأن الأسئلة ما هوش تطلع. طيب نرجع، ألعاب مونتيسوري، نتكلم على منهجية مونتيسوري، لأنه يا جماعة الخير فرق كبير بين مونتيسوري كما يتم الترويج لها حاليا من خلال ألعاب محددة، وما بين منهج مونتيسوري. منهج مونتيسوري قائم على اللعب بالأشياء الموجودة في البيئة، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة. منهج مونتيسوري أكثر من رائع، يعطي نتائج أكثر من رائعة، خاصة بالنسبة للأعمار المبكرة. أستاذة، إذا كان طفل 14 سنة كان يعاني دائما من رسوب مدرسي وصعوبات في القراءة والكتابة، وبعد التكفل تحسن، هنا لا نتكلم عن اضطراب تعلم محدد بل بطء تعلم، ماذا نقصد بتحسن؟ هل اكتسب عملية الترميز الخاصة ب والتعرف، الرمز والترميز والتعرف على بين هذه الجرافامات وكون بها كلمات ثم كون بها جملا، هل هذا هو المعنى؟ إذا كان هذا الأمر هكذا فنحن لا نتكلم عن اضطراب تعلم محدد، ولكن نتكلم عن شيء آخر. ربما يكون بطء تعلم، ممكن يكون صعوبات تعلم أخرى، اضطراب تعلم غير محدد مرتبط. نتكلم عن العفو، هل توجد أسئلة أخرى؟ نعم، أعتقد أنه الأخ مسجل. هنا الاضطرابات الحسية المصححة عندما تصحح معناها ما عنديش اضطراب. طيب هنا أتكلم عن إذا كان عندي طفل عنده مش عارفة على ميوبي ما يشوفش مليح، داكوغ، عنده مشكلة بصره، سوف يكتسب القراءة، يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن ينقل من السبورة، يستطيع أن يملي إلى غير ذلك. فالاضطرابات الحسية المصححة كأنها لم تكن. في سؤال أستاذة رشيدة سراري حول الكراس موجود حبيبتي، راح انه هنا الأستاذة سهيلة تقول أنه في رأيي أن الكارثة تكمن أن 90% من المعلمين تجهل هذه الصعوبات التعلمية وأنواعها وربطها مباشرة بالذكاء. حبيبتي، هذه المشكلة ليست على مستوى المعلمين فقط، حتى بعض الممارسين والمتخصصين. ولو سألنا أغلبية الطلبة هنا قل هل تعلمنا عن اضطرابات التعلم المحددة بهذا الشكل، غادي يقول لك الكثير منهم أنه لم نفعل ذلك. يعني حتى بالنسبة لي المتخصصين فيه مشكلة في التكوين، ربما لو كان معنا هنا أساتذة راح يأكدوا هذه المسألة بطريقة أفضل. ما دام الجامعة لا تحتوي أو لا تنتمي، ما فيهاش مراكز بحث، كنقول مراكز بحث ماشي ديزورديناتور، أطفال، أشخاص، ناس، بشر. طيب، فمشكلة التكوين لن يتم الانتهاء منها أبدا.
الأستاذ وهي أستاذة وهيبة تقول هل اضطراب التعلم تلازم الفرد المصاب به؟ هذه رانا شرحناها. والله مشكور أستاذ سيد، شكرا جزيلا. هل في أسئلة أخرى؟ بعدين راح نعاود نشوف كل الأسئلة الموجودة اللي ما قدرتش نجاوبها. ايه أستاذة بوضوح، للأسف الشديد لي ان فونكسيونير غير موجود في الجزائر إلى الآن، جا مرتين في ظل يعني توأمة علمية، وبعدين قبل الكورونا وبعدين ما كانش. والمشكلة أنه حتى لو كان يكون كاين لازمنا دي نورو فيزيولوجيست ودي نورو بسيكولوج ودي نورو بسيكولينغويست اللي يتحكموا في الانتربريتاسيون تاعو، لانه هو اختبار من الاختبارات، هو لو ميم يغام برك اللوجيسيل اللي يتغير لو ميم اباري لا ميم اباري، ولكن الا قد شكون اللي درنا الانتربريتاسيون تاعو، هذا هو التحدي. وحدات الكشف والمتابعة جد مهمة، لذلك هذه النوعية من الجلسات جد مهمة بالنسبة للأفراد اللي يخدموا فيها، لأنه هما كما يقول لك راهم مقاتلي الصف الأول. أستاذة سمية، دائما العمل مع الأخصائي الأورطفوني والنفسي في مكان واحد صار أكثر 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 من اللازم، هذا أمر مهم جدا. طيب، هنا بالنسبة للمعاق سمعيا الزارع للقوقعة ولديه صعوبات في القراءة والكتابة، هل يشخص على طريق الأعراض فقط أم بنفس طريقة تشخيص اضطراب القراءة المحدد؟ لا، هذا نتكلم عليه أنه صعوبات تعلم أكاديمية مش اضطراب تعلم محدد، يعني سمعية وبصرية إلى غير ذلك. لما تكلمنا عن الاضطرابات المصححة معناها مصححة، احنا نعرف أنه الزارع للقوقعة حتى مع التصحيح دائما تبقى عندي مشاكل، خاصة على مستوى الفهم المعقد والصوت الغني النظارة، لما نحط نظارة خلاص يعني ما نحتاج ادوكاسيون فيجوال حتى يعاود يولي يشوف مليح، ولكن بالنسبة للأصم. دكتورة حسنية بالخير وشرفتنا بحضورها حكيمة. دونك aucun augmentation pour les élèves lors des examens et exactement c'est un problème aussi exactement هنا ندخل في ليشيك سكولير. والله الشكر موصول إليكم. إذا ما كانش في أسئلة أخرى، وللأسف الشديد ما الطابلات عندي ما طلعش الأسئلة كاملة، إذا ما فيش أسئلة أخرى راح نكون سعيدة جدا باختتام هذه الجلسة. شكرا جزيلا لجميع الحضور لتفاعلكم، شكرا جزيلا ومجددا للأستاذ دكتور صالح صبالحي على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في الجلسة القادمة بإذن الله عز وجل، سوف يعلن عن تاريخها لاحقا بإذن الله، لنتكلم عن عسر القراءة لا ديسليكسي ولا لي ديسليكسي، والله ماني عارفة، يعني هل نتكلم عن اضطراب واحد ووحيد أم عن جملة وزملة من الاضطرابات المتجانسة أو غير المتجانسة؟ ما هي أهم الأعراض؟ ما هي البرامج العلاجية؟ وقبل ذلك ما هو التقييم النفس العصبي الذي أقوم به من أجل رصد كل الاختلالات الموجودة؟ هل هذه التقييمات متوفرة وموجودة في الوسط العيادي الجزائري أم لا؟ هل يمكنني تعويضها من خلال فحوص عيادية ممكنة؟ يعني كل هذه المجموعة من الأسئلة وأكثر بإذن الله عز وجل، حاولوا أن تجمعوها ونناقشها معا في الجلسة القادمة بإذن الله. إذا ما فيش سؤال، شكرا جزيلا لكل أساتذتي الذين حضروا معنا، على رأسهم أستاذ صيد، أستاذة بالخير،
الأستاذ مهوبي، شرفتمونا بحضوركم الله. إلى هنا نقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طبتم وطاب مساؤكم، وإلى الملتقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.